شغل مخك يا تيمون وحاول تلفت نظرهم. يعني عايزنا تحزم وارقص. يهو انت جعان نفسك اكل هنيه على كله بلح بتروح المطريه كله كله مشوي كله كله مقلي ما دوت ما حصلش اسنانك قول لسانك لحم البومبا ما حصلش. مساء الخير وكل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله عام جميل وسعيد علينا جميعا. إن شاء الله انتظروني على لقاء مهم في مجلة امباير العربية. كل سنة وانتم بخير.